صافي حنا وصلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا. الحمد لله. بيربوني لي برك يكون ما بتعرف يكون الاصول ما بت... لانه كانوا هون مغاربه في زمان كانوا. الدكتور جاتو مكالمات يا دار الحمد لله بعد ما كان عنده حتى شي واحد انا ما بيأثر. هلا ايدر يسألك سؤال دابا الاجستم عيال 40 قد عم تاخذيه مرتين ما دابا حامل المعدة واحد فرجية باخذو لا مو هذا لا مو هذا مرتين هذا مرتين والميتكرون 80 500 حبة ونص حبة ونص حب تبع السكر حبة ونص الصبح حبة ونص المساء حبة ونص الصبح حبة ونص المساء وفي نيفول دوميت 50 850 هي يعني كبيرة قديش هذا؟ هذا حبة بعد العشاء بعد العشاء وبيبتين خمس بيبتين مية ما مية هذا الثاني واحدة الصبح واحدة المساء هذا المرتين وهذا ودواء البروديكارا هذا قديش عم تعطي منه؟ واحدة قبل النوم واحدة بس هذا خلص لي يعني كثر لنا احنا مواد ما احنا وفي 20 حبة عانيت كثير والتريبتانول 25 حبة مساء وكتبت لها البرودول هذا مرتين مرة صح وفي دواء فيتامين هلا صار نرجع للفيتامين اللي كنت عطيني لانه رجع نفس الثمن زاد 2000 ريال والله عن جد كله زاد ناري 2000 صار كان 6 صار 8 30% حتى التحليل شو اسمه البطاريه كله حلو يا رب شو السكراتين والله كانوا طالعين كثير هذه الايام اي والله لا والله لا هذا سكر كان 224 كان يمكن 276 يمكن 86 يعني دائما بسويه طالع اليوم 112 غير اليوم بس اول امبارح كان 224 شو اكل والله ما باكل شيء يعني بالصبح باكل شو يسمونه صغيره مو كبيره هاي شقة لا المساء 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 اكلنا مفركة بطاطا بس ما ايه يعني بدون شيء اكلت معاه مخلل هذا الحد يلا بس ميشيل اوجع رجلي بتتفقم كثير والله العظيم ببكي كثير من كثر اوجاعها كثير والله العظيم نغز صار نغز مو مثل ما كان بالاول هيك نغز هلا صار مثل كانوا بتحط المسمار المطرقة وبتعطي ضربة واحدة وبتطلع لي من تحت والله بحس راسي ب لكن برد في برد عندنا ما في كهرباء والله رجلي ما بيسخنوا بلبس جرابتين يعني فردتين وهي تبع شو بتسموها انتو والله برد وما بتسخن رجلي والله بعاني كثير من البرد وببكي يعني غرفة بوتيل عادين ولا في وسائل تدفئة ولا في ايوه ليش ما في كهرباء اوتيل ما في كهرباء المولدة ما في المولدة ميتة عندهم المولدة
نو يلا مشغلين للدوت ده. ايه هو اصلا احنا في فندقنا مسميينه فندق المرضى لانه كله بيجي كل يعني هو منظره بيجيب الاكتئاب يعني اصلا العيشه فيه كلها اكتئاب ما يعني. ما بتجي بال 24 ساعه غير 4 ساعه ايه ما أي والله وين سوق الكهرباء بس فندقنا تعبان نزلت سوق الكهرباء يمكن ما في ولا ربع نجمه سيء 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 كثير غير هو اصلا هذاك الفندق انا اصلا هو مأزمني يعني هو سبب نص وين كنتوا ساكنين بالمخيم راح بيتي انا بالمخيم بس الحمد لله ايش الجو السفر هنا السفر مسافر شيء دفعنا على الاقامه قدمنا ما بيعرف انه دفعت على قدمنا على الاقامه لوين هي ما هي اقامه هي كان لوين يمكن نطلع على مصر والله ان شاء الله اذا الله رب والله لانه ما عاد صعب الوضع العيشة الأدوية كله غالي كله مش باقا كل يوم بتقول بكرة أحسن بكرة أجمل بكرة بتتحسن بكرة أحسن نرجع مثل ما قلنا بس ما في والله حرام والله هذا شيء أهم لا إله إلا الله نسيت مشي لسه صور لي انا غزلتي وجع في هذول الكبار بس وجع ما عم بيروح شي بلا مره والله تعبانه كثير في رجلي بس هذا المفخار ما بتروحش من عندي بطني مرة بيصير محجر شو أكل اليوم؟ بشيت فلافة؟ لا ما بكلش أنا الأكل السوري بصفة نهائية أكل السمونة شكلي سمونة صغيرة مو أكل فلافة؟ ما بكلش الأكل أكلي عدس مباري آه عدس لا من غير عدس لا لا أكلة مغربية هن بيسووا لا بطني شو هي كسكيش بسموها ببعض بسموها العدس كسكس للكسكس هذيك لحاله طيب هذاك الكسكس هذا الكسكس انا بناكله غير مثل عيد الكبير والعيد الصغير شو هي الكسكس غالي بيكلف اكثر من 40,000 اذا بدنا نسويه شو هذا الكسكس؟ ايه برغل ما مثل البرغل هو سميد سميد ناعم هذا سميد خشن بنحطه بنفوره احنا في تبع الخاص بس النفخة ما عم تروحليش بالمرة من زمان ايه وشو بتعمل بعدين؟ بنسوي في له يعني طنجة خاصة له بنسوي له بنبخره تبخير وبنحط الخضار بنحط كوسة بنحط شطر يخنا أكلة حلوة كثير هي حلوة؟ طيبة إيه والله طيبة طيبة كثير طيبة يس جين صار بس قبل لك هيك صينية وفوق منها لحمة مسلوقة حلوة يعني حلوة طيبة يعني حلوة إيه حلوة إيه ومغربية ما تسوي مغربية أنتو ولا لا ما تعرفوها هاي لا ما بعرف أخي جزائرية ايه بس زمان كان رخيص كان يعني 1000 ليرة بيجيب كل شيء اللحمة كله ورقة بسكوتي لا والله 1000 ورقة حب بسكوتي إذا كنت أنا ولد بيقول لك خذيهم والله العظيم الله يفرج يا رب ايه ما ناوي تطلعي على المغرب؟
لا بدنا نروح على مصر وبعدين إن شاء الله إذا الله رد بروح على المالديف. 11 سنة ما شفت المالديف. شلون المغرب حياتها حلوة هنيك؟ إيه منيحة، في سوريا كثير عايشين هنيك. في قبل ما يكون الأزمة ويكون الحرب كانوا عايشين هنيك سوريين. والله في تشنج يا جماعة، متعصب شي هالفترة؟ أنا للقلب رابع شغل، حتى دور القلب ما يجيبون الإنسان. عندي اثنين انواع تبع القلب. متعصب شيء هالفترة؟ لا متعصب والله. شو السبب؟ شو يعني هذا التعصيب؟ في شيء يعني خطورة؟ لا ما في تشنج بس. تشنج، شو هو التشنج حقيقي؟ اثنين دوية تبع القلب. هذيك الاسبرين انت نسيت اسمه. ايه عم تاخذ اسبرين 75 واحد ثاني ولا شو هو؟ وثالث كمان العلاقة بالاعصاب. يعني تشنج القلب، القلب دكتور بيجي من التعصيب؟ طبعا من التعصيب. يعني هذا لسه عندي تشنج؟ ايه عندك. لانه كان يعني صار بيوجعني هاي الفتره. عندك والله ليك. بس اوجع رجلي يا دكتور. الله يخلي لك ولادك يا رب يحميهم. بدي غير شي نوع دواء يشفي. يا رب بس والله العظيم وعندي تعزق كثير والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ابتلاء الله. بطول خليك انت. هيك وجات من كل محطة. غير واحد دقيقة غير هيك. بدي بس وقتها يدك المخدر ما كان وقف يعني 20 يوم حب ضليت شي 6 ايام ما اخذت، ضلوا لي 2 وقفتهم شي 6 ايام ما عاد حسيت اصبر شربت وحده امبارح شربت. ممكن يكون السبب لان اعطته 5-6 ايام دكتور؟ نعم ممكن يكون السبب زاد الوجع على رجليها لان اعطته، لان احنا ما عدنا بعد شهر دكتور وهو خلص قبل 10 ايام. ايه كان في لان 20 حبه هو فيه. ايه والله عانيت بنعاني الحمد لله. لا إله إلا الله، والله معاناتي قوية. أنا الصراحة نعم هلا ما في شي دواء مشان هذا التسنج دكتور؟ طولي بالك. قال لي انا ديك المره كانت تسنج كمان وما زادني. ورجلي رجلي. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يا ربي لك الحمد والشكر. يا ربي احنا محمدين الشاكرين. واو على اوجاع يا سيدي يا ربي. سمعتوا شنو قال لي محتاج قطعت المخدر؟ ديك الشيء باش كانوا ديك الاوجاع تزادوا فيا بزاف. عندي تسنج في القلب في الاعصاب. وين التسنج هذا؟ ايه هذا اللي هذاك اللي هذا هو دابا نصورها لخديجه هي تتعرف فيها. قلت لك هذا هو التسنج. هلا دكتور في من شي 10 ايام كنت نايمه، يعني نايمه وانا في قلب النوم حسيت كأنه قلبي بده يوقف بيضرب بيضرب. فزيت هيك صار شي ساعتين هو يعني انا نايمه ما كنتش صاحيه. حسيت بهيك بالقلب تبعي بده يطلع من مكانه. صحيت شي اكثر من ساعه وهو هيك بعدين لهيدي شوي وبالليل صار كله بوجع وجع. ايوا لا اله الا الله. يا ربي شفنا ويعافينا. يا ربي شف العباد. لا اله الا انت. هل هاد الادوية غير رجعهم؟ لا وحدة لا خلينا.
يعني هذا اللي بتيجي مثل هيك بتيجي من كمان منه ايه بحال كان شي مقلع حتى هو وقعت له نفس الحاله في رجلين قال البارح يومين مو البارح واولتين البارح الله يشافينا يا ربي يشافي العباد يا الله الله يشافي جميع عباد المسلمين يا ربي يشافينا يا ربي يشافي الجميع يا ربي عجل بالشفاء يا ربي رحمتك هلا عاد حبة بعد الفطور تعرفيها هاي ايه هاي راح اكتب لك علبة المية تبع المية نرجع لها ايه حبة مساء ماشي هلا تزد العيار تبع المية مساء هاي معروفة ايه بعد الفطور والغداء اعطيك علبة من عندي ماشي الله يسلمك هذا وحدة بعد العشاء ايه تمام هذا ما بدي اياه هذا اعطيكي بديله هذا احسن حبة بعد الفطور ماشي قبل فطور قبل غدا حبة ونص بحبة ونص هل. تمام هلا هذا احسن لك مشان السكر ماشي تمام بتلي هذاك السكر بتاخون هلا انا بدي اكتب لك اظهر بس عبة وحدة مشان اعصاب رجليك كل ثلاث ايام ادري هاي وحدة والشغلة الثانية بدي اكتب لك هاد ايه عيان مية ايه رجعوا وهاي من عندي الله يسلم ايدك الله يجبر خاطرك يبر فيتامين يعني دكتور ايه هلا اعطيتهم هذيك مرة وصفت لها يعني هلا بدي اعطيهم وخاصة للبرد ايه تمام هلا انت شو اكتب لك من هدول؟ لا هادو جي لا جي لا شريناهم خلاص اتفقنا هذا جديد هذا جديد هلا انا هدول كله عم جيبهم اي بس يعني غير سجلنا مشان يعطونا لان هذا بيكون في غير شوي ولا في حب قلت لي يعني يسجلنا اياه مشان يعطونا اياه في الصيدليه فيها اي اي سجلنا وحده نجيب ايه كسجل حبات نجيب وحده هم الدواء شو يقول ابر وهو هاد ايه هذاك زودنا عيار 100 اي هلا بياخذ الراشيه ايه هو مشان تسنج القلب هو هذا يروح لك التشنج بينزل الستر ولا التشنج اي ماشي ضبون دكتور الادوية؟ لا هذا ما بدك اياه غيروا لي غيروني هذا مدة شهر ماشي ماشي خمسة برهيمة يا يعني كل ثلاثة ايام مو كل يوم كل يعني 15 يوم اي هل ما فيش فيهم اجنبي؟ ولا لا؟ لا ما في اجنبي شو اجنبي؟ ايه قلك هلق بديهم هاي خلصت هاي؟ هاي خلصت هاي؟ خلصت والله لا يعطيه معافيه والله ما في كهرباء والله امين الله ما يشعرون فيه في مرة بتيجي ساعة الصبح ساعة المساء. كلها هذا. أيوة. أنا ساكن بالسادس. أي. مشتاق مرة أطلع الأسانسير. يا الله. وين ساكن حكيم؟ أنا ساكن بالميدان. أنا من الميدان. آه عملك سايق. يعني. على طول بطفي الكهرباء. كيف كان؟ أنت مو مركبين دكتور البطارية أو. للأسانسير ما. عم بيلتا هي قصة. ما في البطارية ما بشغل أسانسير. لا لا. احنا اصلا عمري بحمل احتفال الفرس انا ولا لا يعني كيف احنا نحتفل مع واحد بيقولوا الله ثلاثة الرب ثلاثة يعني كل واحد الله قال لكم دينكم ولي دين كل واحد الله يسلمك يا هلا انت حني نيرها 18 الشهر 18 ان شاء الله 18 يعني 18 واحد تمام دابا صافي غادي باش نقطع الفيديو غنزل للفرماسي انا ناخذو وهم كيف العاده هو زاد ليا العيار فيه غادي ياخذ الروشيطه غياخذها مول الفرماسيان غادي يديها غادي ياخذها مول الفرماسيان
ايوا صافي باش ما نبقاش مطول عليكم الفيديو، وشكرا لكم، تنشكركم.